أعزائي طلاب تمهيدي ماجستير تخصص الموارد البشرية للعام الجامعي 2019-2020، أنا الدكتور عادل رمضان الزيادي القائم بتدريس مادة إدارة الموارد البشرية في الفصل الدراسي الثاني. الموضوعات المقررة هي: الموضوع الأول إدارة المواهب، الموضوع الثاني إدارة الموارد البشرية الخضراء، الموضوع الثالث العلاقات الإنسانية في مجال العمل، الموضوع الرابع جودة الحياة الوظيفية، الموضوع الخامس الأجور والتعويضات، الموضوع السادس التماثل التنظيمي للموارد البشرية. ولقد قمت بشرح ومناقشة الموضوع الأول الخاص بإدارة المواهب والموضوع الثاني الخاص بإدارة الموارد البشرية الخضراء والموضوع الثالث الخاص بالعلاقات الإنسانية في مجال العمل لكم في المحاضرات، وسأتناول ما يلي: الموضوع الرابع الخاص